والحج الطيب حفظه الله ما عرفت واش بقي حي ولا مات، كنظن بقي حي، والتقيت به اش قال لي تصنت مزيان الاخوان ديال اخر الزمان. سمعوا 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 القصه ديال واحد الاخ حقيقي. هذا السيد هذا قال لي انا السي بن كيران عندي مدرسه فيها 700 تلميذ، كنوكلهم ونشربهم ونسكنهم ونعطيهم لارجون دو بوش الفلوس ديال سميتو كل سيمانه، غتصنتو مزيان. قال لي نهار الخميس مع المغرب كنخرج من القريه ديالي، كنضرب 38 كيلومتر على رجليا. الاخوان 38 كيلومتر كيوصل للطريق تيوقف تيدير ستوب، كيكونوا الناس دايجين الناس ديال داك المنطقه تيعرفوه تيقبطوا تيهزوه، تيوصلوا للمطار تيوصل مع الطياره، تيركب في الطياره تيجي للدار البيضاء. نهار الجمعه كيصبح في الدار البيضاء، كيتجمعوا عليه السواسه ديالو بعد ما كيرتاح بعد الصلاه والغداء، تيجمع منهم المساعدات باش يعيش 700 واحد ديالو، ومع المغرب كيركب في الطياره في المطار تيوصلوه يركبوه وتيوصل بالستوب عاوتاني مره اخرى، ومن تمايا تيضرب عاوتاني 38 كيلومتر. ونهار السبت كيصبح كيقري القران. اتحداكم شي واحد يدير هادشي غير مره واحده. شحال من عام تلاقيتو المره الثانيه قلت له امضره، قال لي لا دابا ما بقيتش كنحتاج. علاش؟ قال لي شرينا كات كات، ديك 38 كيلومتر اللي كي وقلت ليه ضحكت معاه وداك الشيء، قلت له الناس اللي في الطريق واش بغيتو يوقفوك باش تتعشى وداك الشيء. قال لي لا وقفت غادي نتقال وغادي نعس. ومشات المدرسه في الموزيط. هادو هما المغاربه الاخوان، وماشي هذا الشيء غير في السوس، في الريف، في كل المناطق الامازيغيه. فهمتي ولا لا؟ جبال امازيغ تعربوا وهما يعني ما كانوا يعني الجبلي كيخيط ويقرا السلكه. المغاربه كلهم كانوا هكذا الاخوان، ماشي كلهم اسمحوا لي، ولكن هذه المناطق كانت متميزه. ولهذا الامازيغ ديال المغرب هم امازيغ اول حياتهم وقناعاتهم وعقائدهم وايديولوجيتهم هي الدين، وكل من جاء